مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن أثر استمرار غياب السلطة الشرعية وأثر هذا الغياب على الوضع في المناطق المحررة. أشهر كثيرة مرت ولا تزال السلطة الشرعية خارج المناطق التي استعادتها من سلطة الميليشيا، والتي كان من المفترض أن تكون منطلقا لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعد الحرب التي دمرت البلد. حضرت السلطة الشرعية وغادرت تلك المناطق لأكثر من مرة، وفي كل مرة تكون التوقعات بأن تكون هذه العودة نهائية، وستبدأ إجراءات بناء السلطة لمحاصرة سلطة الانقلابيين في صنعاء وإسقاطها، إلا أن ما يجري في كل مرة ليس سوى زيارات تفقدية تبدأ وتنتهي بدون أي أثر على الواقع. مدينة عدن التي أعلنت عاصمة مؤقتة للبلد قبل أشهر كانت الأكثر عرضة للنتائج السيئة لغياب السلطة، والذي ترك أثرا واضحا على المدينة التي تحولت إلى ساحة حرب أطرافها غير معروفين لكثرتهم. خلايا صالح النائمة التي أصبحت متيقظة أكثر من سواها في المدينة، وجماعة متطرفة لم يعد خفيا على أحد علاقتها بتنظيم القاعدة، وأكثر من ذلك جماعة مسلحة كان يفترض أنها تتبع المقاومة، غير أن غياب السلطة الشرعية جعلها سببا مضافا لكل المشاكل التي تعانيها المدينة، وهي تقف بمفردها في مواجهة آلة الموت التي تنهش جسدها بشكل يومي. في بقية المحافظات المحررة لا يبدو الأمر أقل سوءا، غياب واضح للسلطات المحلية وانتشار لكل مساوئ ما بعد الحرب يضاعفها تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطنون في تلك المحافظات. مشاهدينا، كل هذا يجعل من التساؤل عما تفعله السلطة الشرعية، وما المصير الذي ينتظر اليمنيين في حال استمرارها لأشهر أخرى؟ تساؤلات مشروعة وملحة لأكثر من أي وقت مضى. وفي محاولة منا للإجابة على هذه التساؤلات ستكون حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث. مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا في هذه الحلقة سنذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. فيما يزداد الوضع سوءا في المناطق المحررة من سلطة الميليشيا، تفضل قيادة السلطة الشرعية البقاء في الخارج. الرئاسة والحكومة وقيادة السلطات المحلية للمحافظات كلها خارج البلد، بينما تنشأ في الفراغ الذي يتركه هذا الغياب جماعات تجعل من إعادة الحياة إلى تلك المناطق أمرا صعبا ويزداد صعوبة كل يوم. عدن العاصمة المؤقتة التي كان من المفترض أن تعود إليها السلطة الشرعية بقيت منذ أشهر بلا سلطة، وهو ما جعل سلطة الشارع الذي تملأه الجماعات المسلحة الناشئة بفعل الحرب تنمو وتتمدد، حتى صار الأمر خارج السيطرة على الرغم من وجود قوات تكفي لخوض حرب كبرى، إلا أن غياب السلطة الشرعية والقوية جعل من ذلك مشكلة أخرى، بدلا من أن تكون عاملا مساعدا لضبط الأمن في المدينة وإعادة تطبيع الحياة فيها. الاشتباكات العنيفة التي شهدتها عدن بين القوات الأمنية التابعة للسلطة المحلية وقوات الحماية الرئاسية في قصر المعاشيق الرئاسي كشفت هشاشة الوضع في المدينة والخطر الذي يتركه غياب السلطة الشرعية على الوضع هناك، مع تحول الأمر إلى نزاع بين القوى التي من المفترض أنها تتبع سلطة واحدة ووحيدة، إلا أن غياب تلك السلطة يجعل الوضع في المدينة ينزلق كل يوم إلى الأسوأ. السلطات المحلية في بقية المحافظات المحررة تذهب إلى الخارج لتأدية اليمين الدستورية والبحث عن ميزانية التشغيل والإغاثة، ثم لا تعود من هناك، وكأن الخارج أصبح ثقبا أسودا يلقف كل أمال اليمنيين بسلطة تعيد إليهم الأمن والخدمات بعد عام من الحرب والدمار اللذين جلبتهما سلطة الميليشيا. تتعلل السلطة الشرعية بغياب الأمن في المدن المحررة، ولكنها وهي تتركها فريسة لهذا الغياب تجعل من عودة الأمن إليها مستحيلا، وعندما تقرر العودة في الأخير قد لا يكون هناك مكان تعود إليه. إذن مشاهدينا، نرحب بكم من جديد، وسنبدأ نقاش حلقتنا لهذا المساء وسنتناول قضية استمرار بقاء السلطة الشرعية في الخارج وأثر هذا على استمرار تدهور الوضع في المناطق المحررة. ولكن لمناقشة هذا سيكون معنا ضيوفنا من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي. نبدأ معك سيد مختار، مساء الخير.
اهلا وسهلا ومساء النور عليكم وعلى المشاهدين الكرام جميعا. اهلا بك. في كل مره سيد مختار يزور فيها الرئيس هادي ونائبي خالد بحاح مدينه عدن تظهر التوقعات بانها ستكون عوده نهائيه، وبعد ايام يغادرون المدينه الى الرياض. ما الذي يمنع هذه السلطه من البقاء بشكل نهائي في العاصمه عدن؟ نعم، اولا بالنسبه لفخامه رئيس الجمهوريه، هو عاد الى مدينه عدن وظل فيها اكثر من 20 يوما. نعم. واشرف بشكل مباشر على كثير من القضايا وكثير من الملفات التي ما تزال حتى هذه اللحظه يتم البث فيها، من اهمها وملف دمج المقاومه في اطار الجيش والامن، وكذلك تطبيع الحياه العامه واعاده الامن والاستقرار الى مدينه عدن. لكن لعل ابرز هذه العوائق والمشاكل التي جعلت من الحكومه لا تستقر بشكل دائم في مدينه عدن هو الوضع الامني الغير مستقر، هو الذي يجعل من الحكومه تتنقل ما بين الرياض وما بين عدن. نعم. ولكن بالنسبه لفخامه رئيس الجمهوريه كان قد اعطى توجيهات صريحه بان تعود الحكومه بكاملها الى مدينه عدن، وان يتم اداره المكاتب او نقل الدواوين الحكومه او الوزارات من صنعاء الى مدينه عدن، وفعلا تم نقل وزاره الزراعه وكذلك بعض الوزارات الاخرى القليله التي ليست بالمجمل بالكامل. نعم. ولكن انا اعتقد انه في حال تم او تحسن الوضع الامني في المدينه وتم ترتيب وضع دمج المقاومه. نعم. وعاد الامن والاستقرار، بكل تاكيد ان الحكومه ستعود الى مدينه عدن. نعم، ولكن سيد مختار، يعني ما يزيد عن 7 أشهر على تحرير مدينه عدن من ميليشيا الحوثي وصالح، يعني أيعقل ان تكون الدوله عاجزه عن بناء مؤسسه امنيه على الاقل لتامين هذه المدينه التي ستكون محلا لاقامتها؟ نعم، نحن نعرف ان بعد خروج الميليشيا الانقلابيه كان هناك او كانت المنظومه الامنيه والعسكريه كانت شبه منعدمه وشبه مخلخله بشكل كامل. ايضا هناك عوامل يعني في المدينه او وهناك عناصر وخلايا تتبع المخلوع علي عبد الله صالح تعمل على اثاره المشاكل و القيام بعض الاعمال الانتقاميه والاغتيالات السياسيه والعسكريه ولرموز المقاومه ولرموز الشخصيه الاجتماعيه بمدينه عدن، تجعل من المدينه مدينه غير امنه ومدينه غير مستقره، وهذا يعطي انطباعات سلبيه لدى من هم في الخارج وايضا لاعضاء الحكومه. لكن بالنسبه لاعاده الامن والاستقرار وتامين المدينه، طبعا وجود وزير الداخليه ووجود بعض الوزراء الموجودين في مدينه عدن وايضا فخامه رئيس الجمهوريه يولي هذا الملف عنايه كبيره، لكن اتحدث بكل صراحه ان هناك اشكاليات ما تزال تمثل عائق حقيقي امام اعاده الامن والاستقرار. نعم. نتمنى انه خلال الفتره القادمه بتعاون الجميع سواء من المواطنين او من القيادات في الحكومه او من الشخصيات او من قياده المقاومه في مدينه عدن. نعم. ان يتم تلافي هذه الاشكاليات. ما هي الاشكاليات برايك؟ الى اعاده الامن والاستقرار. سيد مختار، ما هي الاشكاليات برايك؟ هي كما قلت لك الاشكاليه هو انه ما تزال حتى هذه اللحظه هناك مجموعات كبيره من المقاومه الجنوبيه حتى هذه اللحظه لم يتم دمجها في اطار الجيش والامن، بالتالي ما تزال تمتلك السلاح، والجميع يعرف انه في حال انه توفر السلاح في الاوساط الشعبيه تحدث هناك الاشكاليات وتكون هناك اشكاليات امنيه كبيره جدا، بالتالي كان قرارا حكيما من فخامه رئيس الجمهوريه ان يتم ادماج المقاومه في اطار الجيش والامن في جميع المحافظات لمنع انزلاق المحافظات من الاشكاليات وظهور اشكاليات بين قيادات مختلفه، لان المقاومه هي ليست عمل منظم انما عمل شعبي. نعم. هناك خليط متنوع من القيادات التي شاركت في تحرير محافظه عدن وباقي المحافظات، بالتالي القرار كان حكيما بدمج المقاومه في اطار الجيش والامن، بالتالي لو تم انهاء هذا الملف انا اعتقد ان الامن والاستقرار سيعود بالتدريج الى. نعم. مدينه عدن وسينعم الجميع في مدينه عدن بالامن والاستقرار وتصفية الحياه العامه. نعم، تكرم بالبقاء معنا سيد مختار الرحبين. نذهب الى ضيفنا الاخر، سينضم الينا الان السيد علي الاحمدي الصحفي اليمني.
أو أحد القيادة في المقاومة في مدينة عدن. مساء الخير سيد علي. مساء النور أخي الكريم والسادة المشاهدين جميعا. سيد علي، كيف أثر غياب السلطة على وظيفة المقاومة في مدينة عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أخي الكريم، نريد أن نؤكد أن جميع المكونات في مدينة عدن قبل وبعد تحرير المدينة كانت مجمعة على ضرورة عودة الدولة لممارسة مهامها ووظائفها، ولم تكن هناك أي عراقيل، يعني لم تظهر أي مشاكل أو تحصل أي يعني إشكالات. الكل بمعنى الكل، سواء من كان مع الشرعية، من كانت خلايا نائمة، من كان مغرض، الكل كان يتوقع عودة الدولة. الذي حصل هو تباطؤ، ولا ندري يعني ما هي المبررات الحقيقية التي أدت إلى عدم عودة أجهزة الدولة لممارسة مهامها، وهذا أنتج هذا التباطؤ والتأخر أنتج ظهور عدد من الظواهر السلبية، يعني خروج بعض المخربين والبعض يتسمون باسم المقاومة، ايضا نشاط بعض الخلايا التخريبيه، ايضا ظهور بعض الجماعات المتطرفه التي كانت يعني تخشى بعد التحرير من عوده المؤسسات الامنيه والاستخباراتيه. نعم. امنت فنشطت كما نلاحظ في الاونه الاخيره. هذا الوضع يعني يتطلب عوده حقيقيه للدوله بجميع اجهزتها. نحن نرى عدد من التفجيرات التي حصلت وجرائم الاغتيال، لم يحصل حضور لأي أجهزة، لا للتحقيق، لا للبحث، لا للتحري، وهذا يعني يدل على إشكالية يعني قد تتعرض لها المدينة أكثر وأكثر. نعم سيد علي. نعم سيد علي، في ظل يعني اذا ما استمر غياب السلطه عن العوده الى المناطق المحرره وانشاء مؤسسات الدوله، كيف تتوقعون القادم؟ اخي الكريم، نحن كنا نتساءل دائما ونريد الاجابه من التصريح عن سبب التاخر، لكن اخشى ما اخشى الان ان يتم تقديم المقاومه ككشف فداء لتحمل وزر ما يجري من مشاكل وفوضى. نعم هناك بعض المخربين يتسمون باسم المقاومة، لكن الحقيقة أننا خاطبنا جميع الجهات المسؤولة بداية من الرئاسة والحكومة والتحالف أن المقاومة يجب أن تستوعب وتحل كافة الإشكاليات التي تتعلق بها والتي تؤجج المزيد من يعني النقمة يجدون مبررات لإحداث بعض الإشكاليات، مثلا قضية الجرحى، مثلا قضية علاج المعاقين الذين الحرب بإعاقتهم، مثلا أيضا استيعاب كثير من الشباب الذين بذلوا وقدموا وضحوا في أجهزة الدولة. كل هذا لا يزال العمل فيه بطيء جدا، وتتابعون أخبار الجرحى في الأردن والسودان والشكاوى التي تحصل، وأيضا الجرحى في باقي المناطق. وبالحقيقة هذا التعامل مع المقاومة يعطي يعني تخوف لدى المقاومة في المناطق الأخرى، في مأرب، في تعز، في غيرها من المناطق المتهيبة، أن هذا سيكون المصير وهذا سيكون التعامل. لذلك لا حل ولا إلا باستيعاب المقاومة وحل كافة الإشكاليات. نعم. لكي لا تتحول المقاومة من يعني إلى مشكلة بحد ذاتها. نعم، إذن وضحت صورة السيد علي الأحمدي القيادي في المقاومة بمدينة عدن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، نعود إلى ضيفنا الآخر السيد مختار الرحبي. سيد مختار، على الأرض تبدو الأوضاع مرشحة لسيطرة جماعات مسلحة على مساحات واسعة في بعض المحافظات، كيف ستتعامل الحكومة مع وضع كهذا في المستقبل عندما تقرر العودة؟ هل ننتظر حرب أخرى تخوضها لاستعادة هذه المحافظات؟ أولا بالنسبة لأنه هناك جماعات أو مجموعات تسيطر على مناطق، أنا أعتقد أنه لو تم حل إشكالية دمج المقاومة
في إطار الجيش والأمن، ستصبح أي جماعة تمتلك السلاح خارج إطار الجيش والأمن أعتقد أنها ستكون جماعات محظورة، وسيتم التعامل معها بحزم. يعني ما قامت المقاومة وما جاءت عاصفة الحزم إلا بسبب أن ميليشيات الحوثي هي عبارة عن ميليشيات لا تمتلك الشرعية، قامت بالانقلاب على الدولة وقامت بعمل ما هو أصلا عمل تقوم به الدولة، بالتالي قام الجميع ضدها. وبهذا الحزم سيتم التعامل مع أي جماعات خارج إطار القانون تحاول السيطرة على أي منطقة بعد حل الإشكالية طبعا، وبعد عودة الحكومة إلى المناطق وتجميع بعد ذلك سحب الأسلحة ودمج المقاومة في إطار الجيش والأمن. اعتقد انه بعد ان يتم كل هذا سيتم لكل حادثه حديث. ولكن سيد مختار، يعني هناك بعض الاجهزه الامنيه في المناطق المحرره، منها على سبيل المثال في محافظه لحج، يعني موجود في الامس يتحدث مدير امن المحافظه ان يعني الملف الامني الخاص بالمحافظه طرح على الحكومه ولم يجد اي تجاوب، يعني كما قال ان لا يوجد لديهم حتى طقم عسكري او رصاصه قدمت من قبل الحكومه كدعم للاجهزه الامنيه للقيام بمهامها. ما السبب في هذا التخاذل؟ هو ليس تخاذل، هو عدم وجود إمكانية لدى الحكومة. الحكومة تعمل إلى هذه اللحظة بدون ميزانية، بدون إمكانيات، بالتالي هي إشكالية متراكمة. نعم، ولكن هناك دعم أيضا من التحالف. نعم، المفترض أن هناك دعم من التحالف لهذه الحكومة لحفظ الأمن في المناطق التي حررت. بكل تأكيد أن التحالف العربي ما جاء إلا لمساعدة الحكومة لكي تعيد الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق التي يتم تحريرها من ميليشيا الحوثي، وأعتقد أنه خلال الفترة القليلة القادمة سيتم معالجة الملفات الأمنية خصوصا في المناطق المحررة، وسيتم دعم الحكومة اليمنية بميزانية، أعتقد أنه قد تم وضع هذه الميزانية للحكومة وسيتم دعمها وسيتم تلافي هذه الإشكالية التي تتراكم يوما تتر آخر. نعم، إذن الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي، نشكرك على تواجدك معنا في حلقة الليلة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نذهب إلى ضيفنا الآخر، سينضم الآن من الرياض رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث الدكتور نجيب غلاب. مساء الخير دكتور نجيب. يا مساء الخير والعافية. دكتور، كيف يمكن فهم غياب السلطة الشرعية حتى اللحظة عن ملء الفراغ في السلطة في المدن المحررة؟ ربما هذا السؤال يعني أكثر سؤال يعني شاغل المراقبين وشاغل المواطنين. نعم. الحكومة الشرعية يعني رغم تحرير مدينة عدن وتحرير 85% من الأراضي اليمنية، إلا أن لم يتمكنوا حتى اللحظة من ترتيب أوراقهم بشكل جيد، ولم يخلو يعني ما زال يفكروا من داخل الصندوق التقليدي، ما لم يتمكنوا من خلق آليات إبداعية للتعامل مع الوقائع التي يعيشها اليمن. وبالتالي أنا أعتقد أنه هناك تقصير من الحكومة، ويبدو أنهم يعني ينتظرون من التحالف العربي أن يأتي بهم إلى صنعاء وإلى داخل الوزارات. وهم يعني لا يقومون بالشيء المطلوب، يعني ولا يعني حتى طواقمهم طواقم ضعيفة غير قادرة على الإبداع، ولم يتمكنوا حتى من خلق البنية التحتية الكفيلة بعملهم حتى داخل عدن. عدن نفسها تعاني من مشاكل كثيرة، وما زال أغلب أعضاء الحكومة اليوم خارج اليمن. نعم. لم يتمكنوا بشكل يعني من وضع خطط واضحة، ولا يوجد لديهم دراسات، لا يوجد لديهم مشاريع واضحة. لا نجد شيء من الحكومة غير التنقلات وغير التصريحات، لكن عمل في الواقع للأمانة هناك حالة إحباط لدى المواطن اليمني، وهذا التقصير. نعم بالفعل دكتور، يعني في ظل هذا الغياب يعني كيف سيؤثر هذا الغياب على ثقة المواطن بالسلطة الشرعية وعلى مشروعها؟ شوف، غيابها واضح اليوم داخل عدن. هذا الغياب مكن بعض الحركات الفوضوية من أن تسيطر على بعض الأحياء داخل مدينة عدن وتعيث فيها الفساد. وبالتالي المفترض أن الحكومة تعود إلى الداخل،
أما أن تدير البلد من داخل الفنادق هذا لم يعد مجديا، عليهم أن يعودوا إلى الداخل، إلى مارب، إلى الجوف، يعودوا إلى يعني إلى عدن، عليهم أن يشتغلوا في الميدان، وعليهم أن يلتحموا ويتواصلوا مع المقاتلين في الميدان مع حاجات المواطنين ومتطلباتهم. هناك محافظين اليوم ما زالوا موجودين هنا داخل الرياض، وهناك محافظين يقودوا معارك، مثلا محافظ الجوف يمثل عينة واضحة للمقاوم الرسمي البطل الذي يقود معارك في الميدان ويقود المقاومة والجيش الوطني ويقاتل. بقية المحافظين لا يقومون بالواجبات المفروضة، والزبيدي أيضا يعني تشكر جهوده بشكل كامل، لكن ما زال هناك قوة داخل عدن لم تمكن الزبيدي من 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 القيام بأعماله. اليوم الحكومة لا تستطيع أن تعود إلى عدن ما لم تكن عدن آمنة بشكل كامل، المعاشيق ليست عدن. نعم. إذن دكتور تكرم بالبقاء معنا. سينضم إلينا الآن الدكتور عيدروس النقيب، مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام. مساء الخير دكتور عيدروس. مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. أكثر من 7 أشهر مرت على تحرير محافظة عدن، فيما لا تزال السلطة الشرعية خارج المدينة التي أعلنتها عاصمة مؤقتة لسلطتها. ما الذي تنتظره الحكومة للعودة؟ حياكم الله، تحياتي لك أولا، وأحيي ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين والمشاهدات جميعا في كل أرجاء البلد. أهلا بك. الحقيقة أنه هناك مشكلة قائمة، هو أن الحكومة المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد والمسؤولة عن تأمين حياة الناس تبحث لها عمن يؤمن حياتها ويؤمن لها الاستقرار للصعود بالبلاد، وهذه مفارقة لم تحصل في أي بلد إلا في بلادنا المملوءة بالمفارقات. نعم. السادة الوزراء يديرون وزاراتهم، أنا لا أدري ماذا يديرون في الرياض أو في عمان أو في الإمارات أو في أي حيثما يتواجدون، ويطلبون من الشعب أن يحميهم، والشعب يبحث عن لقمة العيش، يبحث عن ملاذ، يبحث عن ملجأ. أنا أعتقد أنه أكبر خطأ ارتكب هو عندما حررت عدن وتركت للمسلحين الذين لا يخضعون لإدارة معينة، أنا لا أستطيع أن أسميهم ميليشيات، لكنهم يمكن أن يتحولوا إلى ميليشيات إذا ما ظلوا على هذه الحالة، إذا ما ظلت عدن سائبة بدون إدارة تديرها وبدون حكومة وبدون رئاسة وزراء ورئاسة جمهورية. نعم. ولذلك أنا أعتقد أن الحكومة تتذرع بغياب الأمن، وهي سبب في غياب الأمن أصلا. من يوفر الأمن إذا كان الوزراء خارج البلاد، وإذا كان مجلس الوزراء خارج البلاد، وإذا كانت القيادات العسكرية المفروض أن تدير الشأن العسكري والشأن الأمني موجودة داخل البلاد؟ صحيح يمكن في 3 أو 4 وزراء، وفي محافظ عدن بدون إمكانيات، في محافظين 3 أو 4 موالي للشرعية بدون إمكانيات، لكن هذا وحده لا يكفي. وجود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء في عدن هو عامل معنوي، يعني يعطي شحنة معنوية أضعاف ما يمكن أن يعطيها جيش بدون قيادة ووزارة داخلية بدون جنود. نعم دكتور، هذا الانفلات الأمني في عدن كيف سيلقي تأثيراته على مستقبل السلطة في السلطة الشرعية؟ أنا عندي يقين كامل إن مشروعية الحرب ستنتصر، لكن هناك سوء، يعني هناك سوء إتقان للتعامل مع معطيات الحق المتوفر لدينا. ممكنات تستطيع السلطة الشرعية أن توظفها على نحو أفضل مما توظفها اليوم لصالح تأمين عدن، لصالح خلق حالة من الاستقرار التمويني والأمني والصحي والخدمي في عدن، وبالتالي استقرار الحكومة والمؤسسات التنفيذية في عدن. لكن هناك سوء استخدام لهذه الممكنات، هناك عدم توظيف جيد لما يتوفر من إمكانيات. لدينا طاقة بشرية ولدينا استعداد شعبي للتفاعل مع الحكومة، لكن الحكومة هذه لا توظف طاقاتها ولا تستثمر هذا النفس الشعبي المؤيد المتفاعل معه. نعم. أعتقد أنه ستأتي لحظة سيتم تنظيف هذه الممكنات وسيتم تحسين الوضع في عدن، لكن كل هذا كل يوم يضيع هو يمثل خصم
من الرصيد الإيجابي للسلطة الشرعية ومؤيديها بكل أسف. نعم، إذن دكتور عيدروس تكرم بالبقاء معنا، سنذهب لضيفنا الآخر الدكتور نجيب غلاب. دكتور نجيب، ما مستقبل العلاقة بين أجهزة السلطة مع استمرار هذا الغياب؟ يعني ما هي العلاقة؟ العلاقة في مع الواقع ولا مع الأجهزة الموجودة في يعني في الأجهزة الحكومية؟ العلاقة بين الأجهزة ذاتها دكتور. أولا شوف، أنا أتفق مع ما طرح الدكتور عيدروس بشكل كامل. نعم، يعني كلام واقعي ومتابع للوضع يعني ومدرك لما يجري في اليمن، لكن أنا يبدو لي أنه الحكومة الشرعية يعني بحاجة أن تشتغل ككتلة واحدة متماسكة. نعم، هذا أولا. الشيء الثاني أن يكون لها خطة واضحة وبينة في العمل، بمعنى أن تمتلك استراتيجية للتحرك في الميدان. هذه الاستراتيجية أنا حسب تصوري ما زالت غائبة لليوم، بما يعني حتى الأجهزة المحلية الموجودة في عدن يتم تمييعها، يعني لا تعمل مثل الأجهزة الأمنية، حتى الأطر العسكرية يعني الكتل العسكرية التي تم تشكيلها أيضا لا يتم توظيفها بطريقة صحيحة. هناك نعم، خلل في العمل، يعني خلل كامل يدركه يعني ليس فقط المراقبين الأذكياء بل المواطن العادي والبسيط. نعم، إذن الدكتور نجيب غلاب مدير مركز، رئيس مركز الجزيرة للدراسات والبحوث، كنت معنا من الرياض عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفنا الآخر الدكتور عيدروس النقيب. دكتور، اشتباكات الأمس في عدن ماذا تعني على صعيد العلاقة بين قوى السلطة وأجهزتها؟ هذه واحدة من الملامح سوء الإدارة التي تحدثت عنها والتي أشار إليها ضيفكم الأخ نجيب. يعني عندما تبدأ الأجهزة تتنازع فيما بينها، هذا يعطينا مؤشر على أنه لا يوجد مركز صناعة قرار في البلاد. نعم، الأجهزة التي تتنازع إما على قطعة أرضية أو على مستحقات مادية، هذا يعني أنها ليست منشغلة بالمواطنين، هي منشغلة بقضايا الخاصة، وأحياناً هذه القضايا الخاصة ربما مشروعة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمستحقات وحقوق مشروعة قانونية، حقوق الأفراد من مرتبات المهنيات من تسبيح من تغذية من حقوق العلاج وغيرها والجرحى والمصابين. لكنها ليست هي الأخلوية، هذه الأجهزة لم تأتي من أجل أن تحصل على مرتبات، أفرادها جاءوا ليؤدوا وظيفة مجتمعية كبيرة، وظيفة تتعلق بها أرواح وأمن واستقرار الناس. ولذلك عندما تبدأ المنازعات تنشب بين الأجهزة، هذا يعني أنه لا تجد عندنا دولة، وإنما عندنا دويلات صغيرة داخل هذه الدولة، وكل دويلة تبحث عن حقوق لها بمعزل عن الأخرى. هذا خلل، هذا غلط كبير على الأخوة، على صانع القرار. وأنا هنا أتوجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نائب رئيس الجمهورية. نعم، عليهم أن تكون قراراتهم حسب فيما يتعلق بقضية مركزة القرار الإداري والأمني والسياسي. لا يمكن أن نترك الأجهزة الهوى غادتها. القائد الذي يقود جهاز معين ويسخره لمصلحته يجب أن يذهب هو وأفراد الجهاز، ويعطى بالبديل، والشعب في عدن وفي كل المحافظات يعني تواق إلى العمل مع الحكومة. فلماذا نحتكر مجموعة ضئيلة من الذين يتنازعون على أما على أرضية أو على ما شابه ذلك؟ نحن بالشكل ده نستنسخ نظام علي عبد الله صالح اللي كنا ضده. نعم، اذا كان انا امس كتبت مقاله وغضب مني بعض الزملاء، قلنا لهم اذا كنتم ستكررون منهاج علي عبد الله صالح وعبد الكريم شايب وبن حبتور وغيرهم، فلا فرق بينكم وسيدور الشعب عليكم مثل ما فعل من قبلكم. برهنوا انكم افضل منهم، برهنوا على ان لديكم قضية كبرى وليست قضاياكم الصغرى التي تتنازعون عنها. إذا ظلت الأجهزة تتنازع فيما بينها فهي عبء على المجتمع، وهي تضيف
أعباء فوق ما لدى المجتمع من أعباء المجتمع لا يبحث عن أجهزة تتقاتل فيما بينها. نعم إذن المجتمع يبحث عن أجهزة تحميه. نعم دكتور. الأمن تشعره بالثقة بأنه في مجتمع يعني مؤمن من المخاطر التي تحدث من كل مكان. نعم دكتور، نأمل أن يستوعبوا الملاحظات التي وضعتها. دكتور شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور عيدروس النقيب مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الليلة، وفي الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي عبر الهاتف من الرياض الصحفي في رئاسة الجمهورية السيد مختار الرحبي، وأيضا رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث الدكتور نجيب غلاب، وضيفي أيضا الدكتور عيدروس النقيب مدير مركز شمسان للدراسات والإعلام. والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه.